تفضل يا سعاد. اهلا بك يا اسيا. طبعا ده الذكرى العاشرة لرحيل الشاعر عمر الطيب الدوش. عمر الطيب الدوش رحل بجسده لكن حاضر معانا مع كل الشعب السوداني، مع ناسه، مع طلبته، مع محبيه، مع مريديه، مع بناته، بما خلفه من إرث طيب ومن إبداع متواصل. وعمر الطيب الدوش شاعر مرحف، بسيط، بساطة أهله وأهل الريف، اللي هو عمر اتولد في ريف شندي في قرية القبة، وعمر ما تغير من أصالة أهله، حتى في صور الشعرية كانت بسيطة واصلة بتحبش وجدان الشعب السوداني، وصوره الدرامية كانت الصور الموجودة في شعره. أفتكر إنه عمر من الشعراء المحظوظين، لأن عمر أساسا أنا بفتكر إنه عمر اتولد شاعر، والزاد جمال صور الشعرية وبلاغتها إنه كان درامي. فبنلمس الصور الدرامية دي في شعر عمر الدوش. أنا بفتكر شخوصه كانت بتتحرك قدام الزول، يعني زي أحمد في الساقية مثلا. أنا بفتكر إنه أي زول يقرأ الساقية بشوف أحمد متحرك قدامه، حتى الزول اللي ما حضر زمن الساقية، يعني لو في زول جيل أتى في الجيل حقنا الحديث ده ما شاف الساقية، هو بيتخيل أحمد وري التيران بيجري كيف، والكادح لابس العراق يعني وري التيران الشاي الأصالة أهله، يعني الصور الدرامية بتاع عمر بفتكر إنها صور متفردة، الصور الشعرية بتاعته متفردة لأنها أساسا صور درامية. أنا شخصيا من الناس المحظوظين لأنه أنا درسني عمر الطيب الدوش. أنا لما كنت في سنة 1983 طالبة في محل الدراسات الإضافية كنت محظوظة جدا. امبارح أنا كنت حدثت في ندوة، أنا ما يعني ما لقيت حاجة أقولها، أنا بفتكر إن الناس اللي قدامي كفوا أوفوا يعني. فقمت أخذت لي مقتطفات من ذكريات كده جميلة قاعدة جواي في أو وردت لي في نفس اللحظة دي. أنا قلت يعني أنا بتذكر عام 1983 كنت طالبة في محل الدراسات الإضافية، فجأة لقيت المحل فيه حركة غير عادية، الناس فيه كانوا غير عاديين. المرحوم كشة محمود كشة والأستاذ عمر سر الخطيب والأستاذ مامو زرو كانوا بتأهبوا لي زول بحبه. نحن كنا خارج الصورة، لكن أنا حسيت إنه في حركة غير عادية كانت في المحد، لدرجة إنه لغلينا بعض المحاضرات. دم الجايدة يا ربي، الناس بيجروا المطار وجابوا عربات وتأمنوا في الشارع في شنو. فلما البوكس يعني عمر الدوش لما جابوا من المطار جابوا بوكس كاشف، لما أنا عينت كده لقيت زول شعره كتير وزول كده نحيل وزول ما بتحسي ان الزول ده جاي من بلاد الغربة اللي بيقولهم، يعني حسيت في اللحظة دي انه ده منه ده، يعني زول شعره كده، يعني بحكم انه انا ما بعرف الزول الجاي ده، قلت احسي يعني في جواي قلت بالله الزول ده ما لقى زول يحلق لي شعره ولا يشتري لي قميص جميل. ما كنت قايله الجاي ده غامه من غاماتنا الباسغة في السودان، وما كنت عارفه وبعرف شعره لكن ما بعرفه طبعا. فسألت دمنه يعني قالوا لي ده عمر الطيب. لظروف أمنية ما قالوا لي الاسم كامل، إن الزول ده عمر الطيب بس. فكنت أسأل عمر الطيب دمنه، أو الحاجة اللي أدهشتني، أنا كنت متهوشة اليوم ذاك، الحاجة اللي أدهشتني إنه الزول الجدا ما جي شايل هدوم والشنط، متاعه كتب كمية
كمية من الشنط المليانة كتب. بعدين هو همه كان انه كتبه دي بس كتبي يا عمر كتبي يا عمر، كان بيقول له عمر سير الخزن كتبي. فتساءلت في جواي يعني زول ده حسي جالي اهله بشنو بالكتب دي. لسه كنا حتة الثانوي العالي ما مرقت منه ما يعني ما تبلور ما تبلورنا يعني ما كنا عارفين انه الدنيا فيها ناس جميلين وناس. فانا سألت دمنا ده يعني. بعدين بعد يومين ثلاثة اكتشفت انه انا الزول اياه وعلقت عليه في دواخلي. ده كان الشاعر الفنان المبدع عمر الطيب الدوش الله يرحمه. الله يرحمه زي الحياة اللي بتحضرني. فيعني بتذكر برضو مولد بعض، انا حضرت مولد كثير من القصائد مع عمر طبعا ومولد مسرحيات يعني انا موجودة يعني مثلا مسرحية يا عبد روق اللي هي اسمها عبد الغفار. عمر لما دار يكتب يا عبد روق دي قال لي يا سعاد انا عايز اكتب لي مسرحية عايز ادخل فيها حاجات كثيرة جدا في الموجودة في ال... في ال... السودان يعني. اول حاجه سالني منها قال لي بغنوا شنو في الزار يعني لما يجي يدق زار بغنوا شنو. قلت له الله يغنوا اغاني كثيره. قال لي زي شنو مثلا؟ قلت له بغنوا بقولوا عبد مثلا بقولوا شروق وغروب يعافوني خلوا دمي يروق يا اولاد مام. بسرعه ما تتخيليها طوالي نسج عليها شعر لما نتهني يا سلام عبد الغفار رجل الأسفار بيدق الزار لأولاد مامي يعني بسرعة كده ما فكر فيها حتى يعني. يعني عمر لما نيجي يقول شعر ما يخيلي بيجي ونازل كده ما فكر في فيه يعني بيجي لدرجة انه بيكتبه في غصاصة الجريدة مثلا في صندوق سيارة في الأرض. يعني انا كان عندي شجرة في بيتي كبيرة كده وتحتها في رملة انا بلقى عمر كاتب شعر في الأرض. الصباح بلقى يعني حياة مكتوبة في الأرض. من الحياة اللي بتحضرني برضو لعمر طبعا عمر إنسان شديد وبسيط شديد وبحب الناس لدرجة إنه لما تجينا بيت بديس شنطته ولما نجينا راجل بديس منه جزمته يعني عشان ما يطلع من البيت. يا سلام. لازم يقعد لي يومين ثلاثة. فيوم انا كنت طالبة في المعهد الوقت ده كنت ماشية جبت لي بنية صغيرة كده عمرها زي 10 سنوات. قلت له عمر البنية دي دايرة تساعدني في شغل البيت. قايل لي نظرة عجيبة جدا جدا. يعني نظرة انا فهمتها. لكن مرقت يعني انا قاري عندي امتحانات ومرقت وخليت البيت قلت لها غسل العدة ونظف البيت ومشيت. لما جيت راجع البيت لقيت البيت عمر عامل لها كمية من المراكب تحت الورد ولقيته جايب المقص وعامل لها أرغوز كده بالورق ولقيت العدة مجدعة ولقيت فتشرب يا عمر. قال لي قال لي يا سعاد ما حرام عليك يا خل البيت دايرة تلعب عدة شنو وبيت شنو البيت عندها باقي لي ما كملت لا تكمله. يا سلام. وطرد مني البيت. يا سلام. انا ما يعني عمر انا طيلت معك قاعده معاه في البيت عمر ما تغير من المنشأ ولا التربية اللي تربى فيها. عمر ما كان بيتكيف إلا يخد مخدة وعن قريب حبيس ويخلف رجله وزنوه. يا سلام. ما تغير يعني بدليل إنه عمر ما يعني ما 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 تكون ما عنده ولا حساب زي ما قال هاشم صديق في البنك يعني. أيوة. ولا المدن العالمية الزارة ولا اللغات اللي تعلمها ولا الإنجليزي اللي كان بيتحدثه كعاد يعني ما يعني لسان طلق ما شفته قبل كده زول بيتكلم إنجليزي بالطلاقة بتاعته ولا اللغة الشيكية في زول بيتحدثها زيه. لكن كل ده ما أثر ولا غير. لما نلقى ناس وديل بيتكلم معهم ببساطة شديدة لما نلقى الناس المثقفين
بس كتب يعني في الكلام. بني آدم نقول الله يرحمه، بني آدم كان بسيط بساطة لما بتحيرك يعني بتحير تتعامل معاه كيف. يحب الناس حب شديد، وبعدين عنده ميزة الزول اللي بيحبه بشاكل، وأنا كنت من ضمن الناس دي اللي بيحبه بشاكل، بقول لي يا سعاد أنا ما بشاكل زولي إلا حب. يا سلام يا أخي يا سلام. الشكل بتاع الود ذات مش الشكل اللي أنت بتعرفه، هو عمر بيحب معاك لكن بحب يعني جواه ودواخله ما أظن تمسك حاجة في دواخله. أنا بتذكر حادثة يا آسيا، أي أنا مشيت بيتنا اختلفنا اختلاف الأزواج العادلة، أيوة فمشيت بيتنا مشيت بيتنا وهو بيضحك لما أنا مرقته. جيت ثاني يوم هو أستاذي وأنا طالبته، جيت المحاضرة عادل، جيت الأستاذ في المحاضرة دخلته قال لي سعاد محمد الحسن، قلت له قال لي أرقص لي رقبة من هناك لغاية ما تصليني، أرقص لي غرابي لغاية ما تصليني. انت عارفة انا لما اليوم انتهى المحاضرة كلها كانت معاي بيرقصني وبغيروا لي الغنى يعني برقصات كل السودان. لما انا طلعت من المحاضرة نسيت الزعلة، بدل ما امشي بيت ابوي ريحت بيت. يا سلام. شوفي الزول ده كان يعني سبحان الله. انا بفتكر انه نحن كلنا ما قدرنا نستوعب، اكيد ايوه ما قدرنا نستوعب، لانه انا بفتكر انه عمر ده بني ادم غير عادي في سلوكه وفي شعره، وزور سابق لزمان وزور سابق لصوره الشعريه. يعني انا سبحان الله لما اسي اقعد اتذكر حاجات مع عمر ده بفتكر انه نحن ما بنرغى لمستوى انه نقدر نتعامل معه صراحه يعني. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ان شاء الله ربنا. عمر كان الناقد اللاذع بالنسبه لي. انا افتكر انه اي نجاح حققته وراء يعني حاجه بتكتشفها مؤخرا، اي نجاح انا حققته حسي كان وراءه عمر الدوش. انا طبعا من اسره صعبه شديد، وهو اللي سمح لي اني اخش المجال ده وهو دخلني فيه، لكن كان بينقدني نقد انا بزعل منه بزعل منه زعل شديد. يعني حتى نظرات عيوني دي يمكن احتمال زول انا في جوا النص زول مشاهد عادي ما يتابعها يجي يقول لي انت كنت بتعملي كده وكنت بتعملي كده، بعدين قلت لك بالحده بتاعت الحب دي وانا اقوم ازعل بحده الزول العادي ده، انت ليه تقول لي كده وانت ليه تنتغني. فأسي لما جيت عينت لتاريخي ده كله لقيت انه الزول ده بالمناسبه انا استفدت منه استفاده ما عاديه. يعني التلغائيه في الاداء دي علمني لها بحده شديده. انتوا لا يعني انتوا ليه بتمثلوا؟ انتوا المفروض تعملوا كده انتوا كده. وكان عوني لي انا ما براي، انا كنت تقريبا كل المحد كان بيكون قاعد معي في بيتي. كل الطلاب الممتحن اللي في ثانيه اللي في اولى اللي عنده مشكله التراضم الماده اللي ما قادر يستوعب ديل كلهم بيكونوا نايمين معاي. انا كنت من ضمن الناس اللي بدهم يجيزوا من الوقت ايام الامتحانات. كان اذا جيت لقيتي حلقه اي حلقه في المعهد ناس قاعدين بتلقى عمر الدوش في نص الطلبه. ما حصل انا لقيته قاعد وسط الاساتذه خالص. مما نجي الصباح ونكون في نص الطلبة ومع الطلبة لغاية ما نطلع، وجزء كبير منهم بيركب معانا وبنمشي البيت وبيقعد معانا يومين ثلاثة لغاية ما يقضي الحاجات كلها بتاعته محتاج لشنو وداير شنو. فأنا كنت طالبة في المعهد وطالبة في البيت من ضمن الناس دي. يا ان شاء الله ربنا يرحمه. يعني مختطفات كده بتذكر لك حاجات يعني الكلام اللي بتقال يوم اذا عمر الناس بيعرفوه ما انا اقرب من اي زول لوجدان عمر، لانه عمر واصل لوجدان الناس كله. اكيد اكيد يا سعاد اكيد اكيد. والبنات بناته يعني هسه هو طبعا توفى، بتكون لميس صغيره كانت صح؟ لميس سنتين ونص ولين ب 6 سنوات.
يعني لين ده بتتذكر أبوها، لكن لميس ما بتتذكر، يعني ما بتتذكر، لكن قريب تعرف من خلال شعره، يعني تعرف من خلال مسرحياته وبتتابع أي حاجة بتتكتب عن أبوها هي بتتابعها وبتلمها. أسي زي البنت اللي قالوا امبارح ده طوالي قصته حطته في دولابة، يعني يا سلام. يعني لين ده كانت واعية شوية، 6 سنوات بتتذكر حاجاته كلها. يعني حس ليندا ما شاء الله بقت في الجامعة ولمس في تامي، لكن ما زالوا بيتذكروا ليندا طوالي بتلقاها بتقرأ في الديوان بتاع أبوها ده كل يوم. يا سلام ما شاء الله، إن شاء الله ربنا يحفظه لك يا سعاد، الله ويشيلوا جمايلك انت وجمايل ابوهم يعني، ويمشوا يعني في الله. الخط بتاعه ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. بعدين الطريقة بتاعته كانت في البيت كيف يعني، لو التعامل في البيت معاكم انتوا كده كأسرة، يعني لو ونستينا حبة كده عن الشكل اليومي يعني. الشكل اليومي طبعا حياتي كانت مدحومة قلت لك بكمية من الناس. أنا القصة دي يعني تقريبا ال6 شهور الأوائل وال7 ما قدرت أتعامل معاه، لأنه أنا من أول يوم، يعني أول يوم اتزوجت فيه وما ردوش غير لي مفاهيمي بصورة ما تتخيليها. أول حاجة يعني جالي أبوي قال لي الزول ده أنا ما حاجب لها ولا شيء له ولا مهر، أتعشم ما أتعشم فيها. فعرفت بطريقة عجيبة، يعني الساعة 6 كنت برا البيت، وخالاتي قال لي البنت خلانا وديها البحر ونجرتيها، قال لهم وانا ماشي من هنا وغشى لكم البحر وطمس لك ورعي البحر. مشينا جابوا لنا جرد الفول، عملوا لنا حفلة بكاكينية كده مع اصحابه. الصباح قام بدري قال لنا والله عندي عمتي ماتت في البلد مسافر، وانا قال لي تتطلب الله. طبعا دي كان كلمة اللي بيقول لك تتطلب الله، كلمة والع على لسانه. امشي قال لي تجيب لهم احضرية لما انا امشي وعي. انا استغربت يا اخوان ليش ده كلام شنو ده. مشيت رحلت معه، من اول يوم انا سكنت مع عمر ما كان بيتنا بيظلم من الناس، يعني كان دايما معانا الناس. اللين دي حتى بتذكر علمها الكتابة الحروف في الرملة، ما علمها في كتاب ولا في كراس ولا جاب لها ألوان، جاب رملة فرشة في رقوبة قال لي أنا عايز أعلم بكي تقرأ وتكتب في لي. يا عمر ما توسخ لي وما توسخ لي، يقول لي لا الطريقة اللي تعلمنا بها إحنا كتبنا في الرملة. يعني انا كنت وسط المحبين والمريدين بتاعين عمر والاصحاب، يعني بيتنا تحس بيه زي الداخليه. لكن كان سوداني 100% فيما يتعلق بالبيت. يعني كل الحاجات اللي بتتعمل في البيوت السودانيه دي اللي كان بيعملها ابوه وكان بيعملها. يا سلام. يعني ما بقصر في بيتي من اي حاجه. بعدين اول حاجه عملها لي، اول حاجه عملها في البيت فصل البيت بحيط. قلت له ده شنو يا عمر؟ فاصلنا كده احنا وين يعني؟ قال لي نحن عندنا بنفصل للمره الجزء حقها بحيطه عشان تاخذ راحتها، ودي عرفتها مؤخرا يعني. جد مرات انا بكون دايره اخذ راحتي. يعني ما عايزه الاقي ناس، ما عايزه اشوف ناس، عندي حاجه خاصه دايره اعملها. قالين احنا هناك في بلدنا بنفصل البيت بالحيط. فصل يعني كل جواه زول متمرد لحاجات كثيره، لكن متمسك بالتقاليد والغيم والغيم السوداني. ايوه يعني انه عاد بيشيل القفه بيمشي يجيب لك القدر حاجات الشهر بغط عليك عشان ما تفتحي خشمك. يا سلام. في نفس الوقت بيعمل حاجاته كلها هنا بحيث انه ما يضايقك يعني. يعني انت في بيتك بتحسي انك في امان برغم الزخم الحاصل، برغم كميه الناس اللي كانت موجوده في البيت.
انت بتحسي انه في مملكتك يعني. يا سلام. و ما كان زول عادي. يا سلام، ان شاء الله ربنا يرحمه ويغفر له. يا سعاد، في حاجات مثلا ممكن تكون ما طلعت في السطح للناس عشان تطلعوا عليها في ذاكرتك قاعدة، او في حاجة محببة من عندك ذكرى معاها، يعني ممكن تقومي تقولها لنا هسه من اشعاره او؟ والله انا اقول لك بس القصيدة بتاعت بلطيحة اللي هي سعاد دي، طبعا كانت مكتوبة في شكل أوبريت زي 22-23 بيت أولا يعني. أي. فلما عمر ده جاء من برا كان عنده كمية كبيرة من الشعر فاقده. كان بالليل بيحزن عليه لدرجة إنه بيبكي، أنا لازم ألقى بالتحديد بتاع عبد الله الضحى دي. بيقول هو ما كان بيتذكر فيها ولا بيت، بيقول لي يا أخي بس بتبدأ طلع الضحى مشوار. الونسة بالسف الكبيرة وبالكتاتيح والغبار، بس كان بيجيس لغاية هنا. يقول لي أنا تاني ما ب... ما 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 بتذكر من القصيدة دي أي حاجة. وكان بيحزن بالليل يقول لي والله أنا شعري ما أنا زعلان عليه شديدا ما لقيته ده. قلت له يا عمر حاول أكتبه تاني. المهم فجأة يوم جانا واحد من أصدقائه وده قال لي يا عمر أنا لقيت ليك ضل الضيحة عن زول أنا نسيت ما بستحضر اسمه في امتداد الدرجة الثالثة ساكن. عمر ده فرح فرح شديد وقام بات مشى جاب لي القصيدة دي، والليل كله بالفرح ما نام. لكن أنا يخيل لي بعد ما لقى القصيدة ده ما لقاها لقى راس زي الزول اللي قال لي راس خيط، زي الزول اللي قال راس خيط يعني. بعد ذاك القصيدة اتكتبت بصورة مختلفة خالص يعني، بقت معلقة. كتبت بصورة مختلفة وأنا كنت حاضرة القصيدة دي مما اتكتبت لغاية ما انتهت. كنت بقريني كل 3 يوم كده ده ولا يومين يقول لي شوفي أقري كده وأقري كده وأقري وشوفي القصيدة كيف. فسعاد سكنت في القصيدة بصورة مختلفة، بقت رمز خاص يعني بعد ذاك. أيوه هي أساسا القصيدة الأولى اتكتبت قبل ما سعاد محمد الحسن عمر الدوش عرفها. أيوة. هي كان بتمر سعاد في مقطع واحد تقول لها هي سعاد دمع علي والسكين الكلتوي في خشم الرماد، علي والسكين المات أسى وأنا بيت بلاك منعول أبوي كان كنت أرضى عرسة. بعد ذاك أنا أفتكر القصيدة اختلفت تماما. يعني يا سعاد خشي في كل البيوت طرز الكفن الجميل لمعت، يعني دي كلها كانت اتكتبت جديدة. أيوة. إذا سعاد رمزي مختلف عنده دلالة أنا في رأيي يعني. وكل المعاناة بتاعت عمر وكل الحافظ ده صباه في القصيدة دي. كان من القصائد اللي حضرتها وتابعتها وكان جزء منها مكتوب في قصاصات لغاية الآن محتفظة بكل ورقة كتبها عمر طبعا. جزء منها كان في صندوق سيارة وجزء في الجرائد. فانا كنت يعني عملت لك الراس عشان نلملم القصيده، لملمناها ورقه ورقه وصفحه صفحه لغايه ما بقت المعلقه. انا مفتكره ان دي معلقه عمر الدوش لغايه ما بقت المعلقه بتاعته بتاع السعاد دي. ف انا ممكن اقول لكم جزء منها بسيط. جدا. دقت الدلوكه قلنا الدنيا ما زالت بخير، أهو ناس تعرس وتنبسط، كتبت في رواد الطويل سويت برقعات في الوسط وفي خشمي عضيت القميص أجري وأزبد شوق ونط لما وصلت الحفلة فجيت الخلوق وركزت شغل بالسعادة. أصلي عارف إنها في زول نفكي بيتستر، وبرضي عارف إنها لو كل زول في الحلة بالستر انجلد يعني الأزاهة وجنها. فجيت قزازتي مركزة في طرف البلد سكرت جد وانا جاي راجع منتهي لاقتني قالت تعال كبرت كراهي من الفرح نصف الارض ونصف النعال. ايا سؤال دمع علي والسكينة الكلتي في خشم الرماد، علي والسكينة المات اسى وانا بيت بلاك منعول ابوي لو كنت ارضى اعرسه. قال السعاد ضبط الكلام الجرسة وانجب يا ولد. بقيت قزازتي وركت في طرف البلد وسكنت جد
وانا بفتكر ما قدامي شيء القصيدة، وهي طويلة جدا، ومرات يعني زول تكون ذاكرت في بعض الحاجات. صح، ما قصرتي ما قصرتي يا سعاد، والله ما قصرتي، ان شاء الله ما تكسر ايامك يا رب. الله يبارك، ربنا دائما يعني يخليكي تكوني الزوجة الوفية، الزوجة المخلصة لزوجك ولكل الناس اللي حوالينك، وربنا يحفظ لك بناتك يا سعاد، الله يبارك فيك يا أستاذ، وإن شاء الله البركة فيكم، ودائما يعني الحمد لله. يكون أستاذ عمر يعني في 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 جوانا كلنا وفي جواكم، وده أقل حاجة يعني الزول يعني إنه يضطر ذكرى الأحبة يعني، وإن شاء الله ما تكون آخر الأحزان بالنسبة ليكم، إن شاء الله وسيرته دائما تكون عاطرة بالنسبة ليكم، وتكون مصدر فرح يعني كل ما تجي ذكرته تكون حاجة مفرحة أكتر من إنها مؤلمة بالنسبة ليكم. إن شاء الله وربنا يعوض الخير في ذريته، ويحفظ لك بناتك يا سعاد، إن شاء ويحفظك الله. لينا أنت ذاتك كمان، وخد عزيزة يعني الله وحال يبارك الدنيا، وإن يا شاء البركة فيكم مرة تانية يعني. الله يبارك. ونحن سعيدين جدا، أنا بنيابة عن الزملاء في سودانيس أونلاين يعني بنشكرك كثير على اللحظات اللي قضيتها معانا، والأريحية اللي تكلمت بيها عن جزء ولو هو كان بسيط يعني، لكن لازم نقيف في الذكرى بتاعت عمر وما تكون مرة ساكت. كتر خيرك كثير يا سعاد، الله يبارك فيك يا أخي، الله يحفظك، تحياتي الله يبارك، للبنات، إن شاء الله الله يبارك. بيكون بيناتنا تواصل بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله، تسلمي كثير يا ماما، الله يسلمك، ربنا يحفظك، الله يسلمك، الله الله يبارك. يسلمك.